مش فاهم منها يشوفوا ساكن. بعد كده هضرب ضرب جامد عشان عارفين اللي مش فاهم حاجه يقول لو سمحت يا كابتن قص عيد الحركه دي انا مش فاهمها ولا عيد الحركه اثنين و10 ومليون مره يقول تاني اصحى هنزل في المباراه شمال يقول تاني هنزل يجيب له عصايه هقول لك اتش وديت عليك يا ابو وديت عليك انت الثاني ايدك الثانية نظف ودني طلع ايدك الثانية قدام بصوا يا شباب هقول لك اتش وانت برضه في مكانك تصيح ها اتش وانا بقول لك طف ودنك ولا سد ودنك اقعد اقعد زد ايدك قدامي اطلع من هنا ثاني زد بصوا يا شباب كمان مرة ودي آخر مرة آخر مرة ودي آخر مرة أنا زي الخوف رجلك اللي ورا تطلع تضرب أهو 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 عيدها كمان مرة كمان مرة أنا زدت سايق أهو عشان الناس اللي هنا رجلك اللي ورا تبقى على الأرض يا حبيبتي اللي ورا على الأرض أيوة كده مش هتعرف تقف شطورة رجلي بص كده رجلي اللي قدام اللي ورا هي بتضرب اهو مش فوق اهو اضرب اهو اضرب ولف ها اكش اضرب ايدك ولا رجلك عاوز ايدك تضرب مفيش مصر هضربك فكر شويه عاوز ايدك تضرب في ايدك دلوقتي جو ايوه رجلي رجلي ايدك قدامي نو نو انا عاوز تصمم المكان هنا على الاقل فوق الارض ايدك اوف ناتشي اوف ثابت ها طب على الله شوفك تنزل وانا مصحف دوي هلعب في تمرين شمال اتش راسه انزل ها هلعب تمام قول زوجتي حط على تمام قول دايما اليمين مع اليمين والشمال مع الشمال اليمين مع اليمين والشمال مع الشمال رجعي جوه عشان تفتكر بس ها حط على تمام اسمك ايه؟ مريم حط على مين قول زوكي ها اتش كراستهم مي جو تاني ورا طعم او هي دفاع وهجوم في نفس الوقت ان في حد جاي يضربني جاي يجري عليا معلش جاي يجري عليا فانا بصد اصد ازاي؟ افضل انا مثلا دي جاي يجري عليا او واقف معايا انا ممكن لما باجي اطعن اضرب لازم ابقى عندي ثبات لما بيكون عندك ثبات وركز على رجلك اللي قدام كويس بتقدر تلعب الضربه كويس يعني انت بتضرب وتزق الخصم جامد قوي تمام تاني يا شباب كمان مره يبقى لما اجي فايت واضرب الوجيه بتاعته لازم برضه وسط جوه لو وسطك ما راحش جوه مش هتقدر تضرب ضربه مش هتقدر تضرب بسوء الخصم لان الضربه دي لما تيجي تضربها الخصم مثلا تكون معدته هنا الضرب بتاخده بسرعه من فوق بعيد قوي ممكن يقع يبقى مثلا لو انت مثلا في الشارع وحد مثلا جاي يضربك بعصايه تمام او مثلا حد جاي يضربك سكينه وجاي يجري عليك مجرد ما جاي يجري انت بتاخد رد الفعل بتاعه ده قوه ليك رد فعل ليك انت ان هو جاي يجري تستخدم القوه بتاعته دي رد فعل ان انت تزقه توقعه على الارض وانت عندك الثبات ما ينفعش اضرب المهاجري وانا مش عندي الثبات لازم اكون ثابت على رجلي اللي قدام كويس عشان اقدر اضرب والم عشان اقدر انزل انما لو انا مش عندي ثبات ممكن اجي اضربه كده اقوم واقع على الارض تمام هطلع على مين بالمراي شمال هنزل بالمراي شمال اكش وانت مش فاهم كده هتطلع لمام ماي جي هقول لك اتش وانت واقف مكانك
الكابتن بتاعي قال اتش كده وانا واقف. ها اتش كده وانا واقف. ما تسمعيش كمان اقعدي اقول اتش هفتح ايدي وانا واقف مكاني وانت في مكانك. ها اتش ايدك فتح ايدك اللي قدامك دي كان ده خصم اللي قدامك بالظبط. يعني لما تيجي تضرب الضربه في المجير بتاعك بتضرب في منتصف ايدك. ليه؟ لان ده الخصم. فتح الايد دي كان ده الخصم اللي قدامي. اقف عادي. كان ده الخصم اللي قدامي. يعني فتح ايدي اهو ما ينفعش يبقى ده الخصم اللي قدامي واروح اعمل كده. كار كار يبقى انا صفت الخصم اللي قدامي او النفس اللي قدامي ان انا المفروض ان انا اضربه فوق من المعده بتاعه. المايجير بتاعتي المفروض ان انا اضرب المايجير كده في منتصف ايدي. بصوا كده يا شباب انا ايدي ايه؟ يبقى بضرب في المنتصف يبقى انا بضرب الخصم بتاعي هنا في بره. طيب ما ينفعش لما انا اضرب المايجير بتاعتي واعمل كده بره ايدي. ما ينفعش. لو انا ضربت بره ايدي انا سبت الخصم اللي قدامي ده وما يمسكوش. حد فاهم حاجه؟ يبقى لما تيجي تضرب تضرب في منتصف ايدك هنا وتنزل. هتضرب في منتصف ايدك تمام؟ بصوا يا شباب اقف بالاول لو انا ركزوا معايا. يبقى انا في البدايه لعبت كده مراي تمام؟ لعبت اول سكر لعبت ادعو لعبت سوتو تمام؟ لعبت اتشو. يبقى انا لعبت دلوقتي ضربات في ايد معظمها النهارده تمام؟ هلعب ضربه اسمها ماي جري. انزل كده مراي اقعد حط على يمين قول زكي اتش مي جو روح كمان مره بسرعه. ها دوتشي او سيفن ها سيفري يوي هدارك من جاي هطلع بريد الشمال وريد الشمال قدام. ها اتش هطلع لمام قول زق هطلع لمام قول زق ايدي تحت ايدي تحت ايدي تحت ايدي تحت هطلع قول زق اتش هطلع انا اوف اي هطلع صوت اوكي جو ايوه كده هطلع اتش اوت هطلع قول زق سايد لازم تضرب عشان تشتغل. لو زعلت انا هضرب. ممنوع الكلام ده، الكلام ده في البيت، هنا لا. سلاتشي مريم. اه يا مريم. ها سلسري. جوي. حط على مان كده مراي شمال. اتش. ها اوزو. ركز. انا عايز الجزئيه بتاعتك تطلع قويه بام 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 قوه مش عاوزك تجري. في فرق بين السرعه والقوه. هطلع لما اقول لما اجي العب الجزئيه يا شباب عود نفسك ان انت تلعب بقوه. لما اجي اقول لك سرعه تلعب بسرعه. في فرق بين السرعه والقوه. القوه السرعه سرعه خلاص. انا عاوز قوه. ها اتش حط على امام حاجه اهو صدرك مربع جوه. بص قدامك العب حاجه اهو لف ايديك ما تبصروش. هلعب حاجه اهو جو دي فوق دي فوق حسيتك ولا ايه؟ دي فوق هطلع صوت ايدك من عند ودنك سيتش هلعب اتش ايدك من تحت اتش كمان مرة هطلع عاوز جو تاني ورا ان شاء الله التمرين الجاي الناس اللي هتفهم اللي انا هقوله هتلاقي حاجة جديدة عشان امشيها مع الناس دي. الكلام تاني اقف يوي اقف يوي مكان. بصوا كده التمرين الجاي هتاخدوا خطة جديدة بس للي هيفهم مركز معايا بس هتاخدوا جزء منها عشان تبقوا عارفين بس
فاهم؟ طيب يوك شلان انا قلت سلاتشي احيي واقول اوف وافيوي هقول لك طيب يوك شدان طيب يوك شدان تلعب اتش لي صن تشي بو روب سيتش اوت كو ده نص الكام سهلة جدا 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 الاصفر ده هيلعبوا فيها في الكوار الكام اللي هيبقى كويس فيكم وهيفهم هو اللي هيلعب كام اللي مش هيفهم بقى ويركز معايا هيفضل زي ما هو مش هيفهم حاجة منه اتفقنا؟ اسلاش اقف يا رامي فوق رمضان اقف سلاتش يبقى واقف ها تسرين في حد محتاج حاجه النهارده؟ لا يبقى التمارين كده احنا كده خلاص فنشنا الاساسيات بتاعتنا المطلوبه مننا